يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ماذا أقول اليوم عند رثائه؟ قالوا كفاه الذكر والآيات، ومرتل القرآن خير معلم، أنفاسه كثرت بها البركات. نفتقد اليوم شيخا جليلا، لطالما شنف آذاننا وقلوبنا بجميل ترتيله لآي القرآن آناء الليل وأطراف النهار. نودعه بدموع كادت أن تجف حزنا على عظيم الفقد والفراق، لكن عزاءنا أنه من أهل القرآن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونسأل الله أن يبلغه ومن معه من أهل القرآن أهل المراقي في الجنان، ويقال له اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون، وتريهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعن بالله إنه سميع عليم. لن نقول وداعا نورين، فمثلك لا يودع، وكيف نودع من سيرته باقية وقرآنه شاهد وتلاوته محفوظة؟ يكرم بهذه المشاهدات مقطعين فقط الشيخ نورين، بلغ عدد المشاهدات 5 ملايين. الله أكبر. ونسأل الله أن يجعلها شفاء. القلب تفطر ألما، والعين فاضت بدل الدمع دما. نورين هو اسمه ووسمه، انطفأ السراج، لا والله ما انطفأ بل توقد منذ وفاته، ومن كل مكان يتسلل إليك نور سراجه وصوت قرآنه. هل سكت المزمار؟ لا والله ما سكت، بل ارتفع صوته وانتشر إطرابه، وعم صوته مع غصة في القلب ودمعة في العين وحزن في الفؤاد، لكن يظلله رضا عن الرحمن وتسليما بقدره، ويقينا أن ما عنده خير وأبقى. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. الله.